أهلا بيكم. النهاردة الدرس بسيط جدا وسهل قوي. هنتكلم عن الـ eyes والـ refraction والـ reflection of the light. هنتكلم احنا ازاي بنشوف، ازاي عينينا بتشوف الأشياء وبتشوف الحاجات حوالينا. طيب، فدلوقتي الأول how do we see objects، احنا ازاي بنشوف الحاجات، اي حاجة حوالينا. انا دلوقتي وانا باصة مثلا على النور، او باصة على الكمبيوتر، او باصة على اللي جنبي، احنا شايفين الحمد لله. ازاي احنا بنشوف؟ اول حاجة عشان نشوف لازم يكون في light، لازم يكون في نور. يعني لو احنا طفينا النور في الضلمة، هل احنا بنشوف حاجة؟ لا. طب ليه مش بنشوف في الضلمة اصلا؟ ليه؟ حد فكر في الموضوع ده؟ اشمعنى النور اللي لازم بنشوف فيه؟ علشان النور هو اللي بينعكس جوه عينينا، يعني النور هو اللي بيخش جوه عينينا وهو اللي بنشوف بيه. من غير النور، من غير اللايت، احنا ما نقدرش نشوف. يبقى we see through light waves، احنا بنشوف من الموجات اللي هي بتاعت الضوء. في dark rooms we cannot see anything، صح؟ في dark rooms احنا ما بنشوفش اي حاجة. طيب when light reaches to the target it may pass through it or it may reflect. يعني ايه؟ دلوقتي النور ماشي، في light waves ماشية. يا اما light waves قابلت object، لو قابلت اي object ممكن تعدي منه تخش كده الناحية التانية، او يحصل لها ايه؟ reflection، تنعكس، تخبط فيه، تلاقي فيه حاجة سد كده مش عارف يعدي ويقوم معكوس تاني. خلاص. طيب الصورة دي انا هرجع لها تاني قريب، بس عشان اشرح لكم احنا بنشوف ازاي، بس خلينا نعدي دلوقتي. طيب يبقى احنا اتفقنا ان احنا بنشوف النور، اللايت ويفز، بنشوف اللايت ويفز يا اما بتعدي through object يا اما بتنعكس منه بترجع تاني. يبقى نتكلم دلوقتي عن الريفلكشن. ما دام بنتكلم على الانعكاس نتكلم على reflection. reflection يعني الانعكاس، حاجة راحت وقامت راجعة لي تاني. بنسميها bouncing waves. waves اللي هي الموجات، اللايت بيمشي على شكل waves، احنا مش بنشوف الكلام ده، بس هو اللايت بينتقل عن طريق الwaves. اوكي، زي sound waves. انا شرحت درس الwaves في فيديو قبل كده برضو لو تحبوا ترجعوا له تاني، بس المهم ان اللايت عبارة عن waves. دلوقتي انا هتكلم على الريفلكشن. ايه اللي بيحصل في الريفلكشن؟ هنتكلم على المرايه، والمرايه هي المثال الواضح للريفلكشن. دلوقتي البيبي ده اهو في الصوره دي، البيبي باصص في المرايه شايف نفسه. طب احنا ليه لما بنبص في المرايه بنشوف نفسنا؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان اللايت بيجي كده يروح عند المرايه، يعدي في ازاز هنا، صح؟ بيعدي، بس بيلاقي حاجه تاني منعاه ان هو يعدي الناحيه التانيه، يقوم معكوس، خلاص مش عارف يعمل حاجة تانية، يقوم راجع لي تاني، راجع ليا تاني. علشان كده أنا بشوف نفسي لما ببص على المراية. أوكي، اللايت بيروح للمراية يلاقي إن هو مش عارف يعدي، يقوم راجع لي تاني بمنتهى البساطة. يبقى اللايت waves reflection or bouncing of the waves when they hit an obstacle. يعني ايه hit an obstacle؟ يعني بيخبطوا في حاجة، اللايت مش يعني زي عائق كده ليهم، اللايت مش عارف يعدي من خلال. اوكي، واي حاجه انا بشوفها يا اما بيكون مصدرها الضوء يا اما بتكون انعكاس للضوء. اوكي، تعالوا نشرحهم تاني. كده احنا فهمنا الريفلكشن. في حاجه تانية اسمها الريفراكشن. ريفراكشن ايه هو الريفراكشن؟ خلينا نتفق ان اللايت بيمشي بسرعه، يعني يمكن اسرع من الموجات التانية، من موجات الصوت والمية. يعني اللايت بيمشي بسرعة جدا. اوكي، سرعة الضوء سريعة جدا. دلوقتي اللايت وهو ماشي بيمشي بسبيد معينة، بيمشي بسرعة معينة. لو حصل change في السبيد بيحصل refraction لللايت. يعني لو سرعة الضوء في حاجة، يعني الضوء وهو ماشي كده قبل حاجة غيرت السرعة بتاعته، بيحصل ايه؟ ريفراكشن. طب هو ايه ريفراكشن؟ ريفراكشن معناها انه غير المسار بتاعه. اللايت بيمشي في ستريت لاين، اللايت يوجوالي موفز ان ستريت لاين،
لو اللايت وهو ماشي في ستريت لاين ده لقى حاجة ممكن تغير السبيد بتاعه السرعة بتاعته، يقوم عامل بندنج. بندنج يعني عمل كده، شوفوا اهو كان ماشي ستريت لاين كده، حصل حاجة هتغير السرعة بتاعته، يقوم عامل لك كده اتنى، ها هنا سرعته هتتغير تاني اتنى كمان مرة. خلاص انا عايزة اشوف بس اللايت. اوكي، يبقى زي ما اتفقنا اللايت بيمشي في ستريت لاين. اوكي، لو قابل حاجة عملت تشينج للسبيد، غيرت السرعة بتاعته، بيحصل ريفراكشن. يعني ايه ريفراكشن؟ يعني بيندنج. هو كان ماشي اهو كده، قابل حاجة غيرت السرعة بتاعته اتنى كده. اوكي طيب، when light hits water it bends، بيحصل له ريفراكشن. ليه؟ لان بيحصل تشينج في السبيد. الواتر اللايت بيمشي في الاير اسرع من الواتر، يعني اللايت بيمشي في الهواء يعني زي ما احنا شايفين كده حوالينا عادي في الهواء، اسرع من لو مشي في الميه النور. اوكي، الويفز اللايت ويفز طبعا. خلاص نيجي عند كده، احنا فهمنا الريفلكشن والريفراكشن، تمام. نيجي بقى عند اللانسز، العدسات. الصورة اللي أنا حاطها لكم دي كلنا أكيد عارفينها، اسمها عدسة مكبرة. يعني إيه عدسة مكبرة؟ هي عبارة عن piece of glass or plastic that magnifies the object. هي بتعمل يعني بتعمل لي بتقرب لي الصورة. يعني انتوا لو مسكنا العدسة دي، واحنا ليه بنسميها مكبرة؟ لأنها بتكبر الصورة. وعلى فكرة برضو لو شفتوا في الميكروسكوب، في الميكروسكوب لما بنيجي الساينتست يشوفوا خلايا الدم، او انتوا لو رحتوا قبل كده اللابراتوري في الساينس لابس في المدرسة، بتشوفوا انه بيبقى فيه الميكروسكوب. الميكروسكوب بيخلي الخلايا والحاجات الصغيرة لما بنبص فيه بتبقى كبيرة كبيرة قوي، بتعمل ماجنيفاينج للأوبجكتس، بتكبرها لي، بتخليها لي اشوفها بطريقة اوضح. some of them are curved، يعني العدسة نفسها بتلاقوها curved، وممكن نلاقي العدسة flat عادي، يعني flat يا إما مسطحة يا إما curved متنية شوية. ده في اللينس. أوكي طيب، دي اللينسز العادية. ممكن بقى دلوقتي نتكلم عن الهيومن لينس، ونفهم دلوقتي إيه اللي بيحصل بالظبط وإحنا بنشوف إزاي. اتفقنا تاني انه in order to see we need light، لازم نور عشان نشوف. اوكي، في special parts في our eyes collect invisible light، بتخلينا نشوف. ايه هي البارت اللي بتعمل collection لللايت؟ اللينس. اللينس اللينس بتعمل focusing لللايت، focus the light. وهنعرف ازاي. طيب دلوقتي في نور هنا، هرسم لكم اهو شمعة، في نور، في مصدر للضوء. اوكي، في light. ايه اللي بيحصل لما يبقى في نور؟ ال light waves بتخرج من ال candle دي. اوكي، بتروح لل eyes، بتروح لحاجة اسمها الكورنيا. الكورنيا دي اللي هي الحتة اللي بره العين، الحتة الشفافة اللي في عينينا من بره. الكورنيا دي تاخد اللايت وتعمل له ريفراكشن لللينز. لما اللايت بيخش هنا بيلاقي بيحصل له تغيير، فبيحصل له ريفراكشن، يعني بيتني ما بيمشيش في ستريت لاين شوي، يروح لللينز الاي لينز. اللينز بقى دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه اللينز؟ بتاخد اللايت ده بتعمل له فوكسنج في الريتينا، فوكسنج في الريتينا، تخليه فوكس على الريتينا. الريتينا دي هي اللي مسؤولة انها تودي اللايت للبرين، والبرين يشوف الامج، وعشان كده احنا بنشوف. اوكي، دي سيمبل بروسيس. انا كده قايله لكم سيمبل بروسيس، يعني حاجة بسيطة جدا، بس اللي بيحصل اكتر من كده. فخليني اعد لكم تاني، احنا بنشوف ازاي دلوقتي بيبقى فيه مصدر للضوء تاني، وهرجع لكم للصورة اللي احنا قلنا ان احنا نرجع عندها من الاول. ادي اللايت، ادي الكاندل. اوكي، بيحصل ان اللايت بيخش هنا عند الكورنيا دي، الكورنيا، الكورنيا بتعمل لي ريفراكشن لللايت، بتدخله لي جوه متني شوية لللينس. اللينس اهي
اللينس الجزء ده بيعمل لي فوكس لللايت هنا على الراتينا. الراتينا دي مسؤولة ان هي توصل اللايت او الصورة اللي انا شايفاها دي للبرين، يقوم البرين شايف الامج. عشان كده احنا نشوف، يعني احنا مش بنشوف اول لما اللايت يجي هنا، اول لما اللايت يوصل للبرين والبرين يبدأ يشوف الامج فخلاص احنا بنشوف. وعشان احنا قلنا ان سرعة الضوء عالية جدا، الموضوع ده بيحصل في وقت قليل قوي. احنا الحمد لله على طول شايفين اهو، بس ده بياخد، يعني سبحان الله، بياخد بروسيس عشان يمشي فيها. اوكي خلاص كده احنا فهمنا ازاي احنا بنشوف. عايزة بس اقول لكم معلومة هنا، الصورة دي شايفينك الصورة دي كده، هنا في حاجة بتحصل. احنا لما بنيجي بنشوف، actually احنا بنشوف الحاجة معكوسة. يعني العين، عينينا بتشوف الحاجة كده بالشقلوب، يعني ادي الشجرة اهي. اوكي العين فعلا شايفاها كده، يعني لما دخل اللايت هنا وراح لللينس، ده اللي حصل، ان الشجرة العين شايفاها بالشقلوب بالمقلوب كده. بس لما بعد كده الراتينا توصل الصورة دي للبرين، البرين بيرجع يعدلها تاني، فاحنا بنشوف الشجرة بالمعدول. دي بس معلومة كنت عايزة أعرفها لكم، إن العين بتشوف دايما الحاجة بالمقلوب، وبعد كده البرين هو اللي بيصلح الصورة، بيعمل الفاينلايز للإيمج اللي احنا بنشوفه. أوكي طيب دلوقتي هنتكلم على الاي جلاسز، وهو مفيش كلام كتير عنها، كلنا عارفين ايه احنا بنستخدم الاي جلاسز ليه. هي الاي جلاسز عبارة عن جلاس لينسز، لينسز احنا بنستخدمها عشان تعمل كوركت للفيجن بروبلمز. يعني لو حد عنده ضعف في النظر، الرؤية ما بتبقاش واضحة، ما بيبقاش شايف الكلام كويس، عنده بعد نظر، شورت بعد نظر او قرب نظر بيسموه كده، الحاجات دي كلها بتتعدل بالنظارة. يعني لما بنيجي بنلبس النظارة، النظر بتاعنا بيتظبط. فعشان كده اللانس بتاعت النظارة بتبقى ظابطة النظر، زي ما احنا بنقول، لو عارفين النظر بيبقى 6/6 زي ما بنقول، لو اقل من كده اللانس دي بتبقى محتاجة تتعدل بحيث انها توصل ل6/6 عشان الانسان يعرف يشوف الحاجة بشكل واضح وبشكل كويس. اوكي اخر حاجة هنتكلم عليها الكونفكس اند كونكيف لانس. احنا اللينس قلنا فهمنا يعني ايه اللينس، في اشكال لللينس، يعني في تو تايبس لللينس، في كونفكس لينس وكونكيف لينس. الاثنين دول بيعدوا اللايت عادي، يعني اللايت بيعدي ثرو ذم عادي، لكن كل واحده بتتعامل مع اللايت بطريقه مختلفه. طيب شايفين دي الكونفكس ودي الكونكيف، من اسمها كده الكونكيف اللي هي بتبقى داخله لجوه، محفوره لجوه شويه، الكونفكس اللي هي بتبقى طالعه لبره، السطح بتاعها بيبقى طالع لبره. الكونفكس اهي، خلينا بقى نشوف اللايت ريز. اللايت ريز اهي بتيجي بتعدي، زي ما احنا شايفين اللايت يبقى عامل كده لما بيعدي من الناحيه التانية. تعالوا نشوف الكونكيف، اللايت بيجي هنا يخش عادي، شوفوا بقى لما بيجي بيعدي من الناحيه التانية بيحصل له ايه، بيبقى منتشر اكتر شويه، لانه الكونكيف سيرفيس ده اوكي اللايت بيعدي من خلاله كده. لكن هو لو كونفكس فاللايت لازم يتعمل له فوكسنج كده في النص زي ده، يعني من الشكل نفسه بتاع اللينس انتوا هتعرفوا اللايت ممكن يمشي ازاي. اوكي طب تعالوا هنا كده، هنا في الصوره دي، هنا دي ميرور، مرايه هتعمل لي ريفلكشن لللايت، كونفكس وكونكيف برضه. فهو كونكيف زي ما قلنا، كونكيف بيبقى داخل لجوه، كيف كده داخل لجوه كده محفور شويه، هيجي اللايت يتعمل له ريفلكشن كده من لجوه شويه. لكن هنا الكونفكس اللي هو ده اهو، ده اللي بره، هيجي اللايت يتعمل له ريفلكشن كده. خلاص فهمنا الفرق بين الكونكيف والكونفكس لينس، هو بس شكلهم غير، طبعا استقبالهم لللايت غير وانعكاسهم لللايت غير، بس هي دي كل الفكرة. أتمنى إن الدرس يكون سهل وبسيط وفهمته كويس. لو في أي حد عنده أسئلة اسألوني على طول، أنا موجودة في أي وقت. وشكرا ليكم جدا إن أنتوا بتتابعوني، وخليكم متابعيني على طول، بنزل دروس جديدة. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي. لو فهمتوا بليز اعملوا لايك وسبسكرايب، ولو في اي حد مش فاهم الدرس ده من اي حد تعرفوه، شير للفيديو. ثانك يو سو ماتش، واشوفكم ان شاء الله في الدروس الجايه. باي باي.